السلام عليكم ورحمة الله. متابعي الصفحة، راي مستمع عليكم أعرف حالكم كاملين، متمنية لكم بداية سنة سعيدة مليئة بالأفراح. شبه الله مرضانا ومرضاكم ومرضى جميع المسلمين، ونسأل الرحمة الجميع من وافاهم الأجل المحتوم من أبناء شعبنا ومن المسلمين، وهدى الله غير المسلمين للإسلام. أنا ذو الأيام كنت واحد مشاهد هذه الحشود من أماتنا وأخواتنا أمام طب القلب، مرابطين ومتعاطفين مع الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، وكان عندي هم خاص وضيف خاص، وكنت واحد واللي أنا عييت شوي، نعرج على الفيسبوك الواتسابات ونشوف مشاهد مؤلمة. نختار نأكد بادئ ذي بدء على ملف محمد بن عبد العزيز، عنه ملف إقبال طابع في البداية طابع قانوني حسب ذي ينقال، وذاك الطابع القانوني كان مراد منه حسب اللجنة البرلمانية اللي تحمست له لأنه محاربة الفساد وديار المسؤولين قدام مسؤولياته، وهذا جيد ومطلوب. يقال اتضح من خلال ذا الملف عنه اللي قاعد يقولوه المتهمون، البعض منهم ذي كثير تميار زايد عن يسلوا واحدين ويخلوا واحدين وعدوا واحدين كبش فداء، وعقب بعد ثلاث مليار زايدة بقى منها رقاش واحد اللي هو رئيس السابق محمد بن عبد العزيز، وقطعا عن حبسه 6 أشهر يشوف الشمس لا هون ودون ساعة ولا عنده تلفزة، والمتهم بريء حتى يثبت عكس ذلك بالقانون، قطعا عن هذه المعاملة اللي بعيدة كل البعد عن معاملة تليق برئيس السابق محمد عبد العزيز قيلها وذكرهناها كرئيس موريتانيا، وكان عزيز قومي، وكان ينطلب له مأمورية ثالثة من المشرع الموريتاني أقلبيته، وكان ملء السمع والبصر. والقضية لا هي قضية تصفية حسابات، أنا هذا خويا من أقرب له موريتانيا وعنده ماسترين وداري متخرج من أمريكا وانكحز عليه وانظلم وظالم نظام العبد العزيز وانقلع واندارب ودعم العبد العزيز، ما هو كفء ولا هو على مستوى. اليوم أنا اكتويت بظلمه لا قط شبارت حق في زمن. القضية اليوم ما هي قضية التشفي والانتقام، عند منين علمت به؟ طلبت لهم عند مولانا الشفاء، يعني حالة إنسانية ما نقولها أنا لهنا ننتقم منه بي اللي قطع الدل شي خاص بي اللي حزن أخوي وظلمه بي اللي فاصلين فيه وفاصل فيه مدينته وفاصل فيه وطنه، هما عادوا يستفادوا من الخبرات الخارجية لماذا وطنه ما يستفاد منه، قدر لا نقولها ما لي ما نقولها، مظلوم وحقي في المواطن وحق أخوي. غير القضية ما هي قضية التشفي ولا هي قضية انتقام، وهذا ما هو أسلوب محمدي. محمد بن عبد العزيز كاملين في الموريتان سواء ذيك الأقلبية وجزء من المعارضة كنتوا كاملين معترفين له بعد أنه رئيس، وكنتوا واقفين معاه اللي هم الأقلبية وصديتوا عنه كاملين اللي ما هو زين اليوم. وأنا كنت أكن أعطيكم تفصيل حقيقة المعاناة اللي عانينا منها والظلم اللي تعرضنا له كأسرة، ما زين علينا نعود أمة مسلمة ويعود التعاطف ما يجي من كبارنا، ما يجي من مشايخنا، ما يجي من علمائنا، ما يجي من نخبتنا، ما يجي من أحزابنا السياسية، ما يجي من حقوقيين، ما يجي من المحامون حماة القانون. هذا اللي عدتوا بالنسبة لكم مناسب راوالكم ما هو مناسب ومشين، وقطعا عنه مرحلة من تاريخنا السوداوي. نحن مع القانون ومع تطبيق القانون ومع محاربة الفساد،
غير معنا مع تصفية الحسابات. بهذا اللي يعدل اليوم الرئيس السابق، منين هي الضمانة على أنه ما يعدل الرئيس الحالي في المستقبل؟ إحنا ما نختار شخصياتنا الاعتبارية يعودوا ينهانوا ذم اللي هانا، ارتفعوا الفنان ارتفعوا الأدباء، ارتفعوا الشعراء، ارتفعوا السياسيين، التالي من هو مرحومنا كان حميد بابا، وهذا صالح إحنا طالبين به. الله لا فصلتنا قاعدة في المستشفيات الخارجية يا غير بعد السبب ولا اللي كان خارج، وعلى أنه ما يقدم ويحار ينقبض الله هو واحد، والسجن تعسفي بالشكل اللي يعامل به يوميا داخل السجن ومحبسه، ومع ذلك المدينين يتخلق الإضافية الصحية ما يجبر حد يتعاطف معه ولا يجبر حد مدي يرفع شغل الخارج. هنا أنا أعلم تضامني من الوالد مع والدتنا اللي أثر في أثر كلامها في من تجارب خالت والدتنا كاملين، تعتبر على أنني ولها وذوك الأخوات المرابطات على أنهم أخواتي وعلى أن حالتهم حالتنا كاملين وعلى أنني متعاطف معهم في حالتهم الإنسانية، لا أراهم الله مكروها فيه ولا في أولادهم ولا في جميع المسلمين، ويشفي جميع مرضى المسلمين. ونطالب من الحكومة الموريتانية على أنها ترفع وعلى أن دعات فم بالنسبة لهم توجه حقيقي ومقنع، ما هو اللي فات البط شور محاربة الفساد، لأننا مع محاربة الفساد يقال ما نمع الانتقائية ولا نمع تصفية الحسابات ولا نمع، لأنه ما تلا لا حول له ولا قوة، كيف ما قلت عزيز قومي ذل، لأنه يبرد السم فيه ويندار في ظرفية ويوطع ليه لهذا اللي عاد حد قايل هو لأنه معدل له لعد العزيز معدل جميع الموريتانيين، والحقنا نفتصل معه كل نظام إنين يجي إنين يرتكب أخطاء ما تصحح له بالنصح الصادق وانت مجامله، وإنين يمشي مريد نطعنه فيه ونكفره بذاك اللي قطع الدركان. هذا عندنا تجارب مع محمد خنوي الهدى ومع معاوية ومع علي ومع السيدي ومع محمد والعبد العزيز، ذي ظرفية ذي ظرف ما نختار نشوفه فيه مسلم ولا. ختاما راشد جميع الموريتانيين التوفيق والسداد والشفاء من كل مرض، ويرحم موتانا وموتاكم، اجعل السنة سعيدة مليئة بالأفراح، والسلام عليكم ورحمة الله.